واحد بيقول أريد الرهبنة ولكن يساورني شك في أنني سأكمل الطريق، وذلك لأني أخطيت خطايا شبابية قبل كده، فأخاف أن تعاودني حروب. القديس أغسطينوس أخطأ خطايا شبابية قبل كده، ومع ذلك بقى من القديسين الكبار، فمش قاعدة. هي الأمر يتوقف على أن في توبة حقيقية ولا لا، وهل في محاربات قائمة ولا لا. واحدة بتقول إن كان لي اشتياق كبير للحياة الرهبانية ولكني غير جادة في حياتي الروحية، ولكن عندي أمل إن الرب يغيرني في خلال الفترة الباقية لإنهاء دراستي، فهل يقبلني الرب في هذه الحياة؟ شوفي، بعد ما تخلصي دراستك والرب بيغيرك، وصلت لحد فين؟ فإن وصلت لدرجة تطمئني إليها يبقى خلاص تمر الحكاية. ما نقدرش نحكم دلوقتي وإحنا مش عارفين إيه الحكاية.